انت لو سنك من 30 سنة ل 60 سنة وحضرت زلزال 1992 وفاكره كويس، يبقى الحلقة دي مخصوص ليك، لانك هتحس بكل كلمة هقولها فيها. فركز معايا. قدم في التلفزيون برامج كتيرة جدا زي اوسكار وبانوراما فرنسية والعالم يغني وجولة الكاميرا والعلم والايمان وعالم البحار واليوم المفتوح وغيرها، برامج كتيرة جدا. بس في برنامج لما بيجي اسمه قدامنا الوضع بيختلف. كل واحد فينا وكل واحد مننا لما بيجي اسم البرنامج ده بيحس بحاجة معينة مرتبطة بيه بالبرنامج ده. البرنامج ده هو مش عارف اذا كنتوا سامعيني كويس بالبتاع الجديد اللي انا جايبه ده. انا لا بوري ان انا جايب بتاع جديد ولا حاجة يعني. بتاع ربنا يبارك فيكم على البتاع ده. يا كل ما شفت ناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الرضا بالمكتوب والمغفره من الذنوب. اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات المفكرات يوتيوب. انا حسين الرمح. يا ريت اللي بيشوفني اول مره يتابع قناتنا على اليوتيوب، قناه المفكرات يوتيوب اللي بننزل عليها قصص حقيقيه ومقتبسات من زمن فات في حكايات في ذكريات. ولينك القناه وصفحه الانستغرام والتيك توك كلهم موجودين تحت في التعليقات. لما يكون عندك برنامج اثر في تكوينك وشكل شخصيتك ووسع مداركك وادراكك وفهمك وثقافتك للعالم الخارجي، كان هو الشباك الوحيد اللي بتطل منه على دول بره وعلى العالم اللي بره، اللي طول عمرنا بنسمع عنه وعمرنا ما شفناه بعينينا في وقت ما كانش فيه لا انترنت ولا يوتيوب ولا 200 قناة ولا دش ولا غيره. التلفزيون كان اساس من اسس كل بيت، زيه زي المطبخ وزي النيش وزي الحلل وزي الكوبايات وزي الاطباق وزي الكلام ده كله، لازم البيت يكون فيه تلفزيون. التلفزيون شكل افكار ناس كتير مننا، وسع معارف، نور عقول، شكل مدارك، ثقف وفهم. التلفزيون في قنواته البسيطة الأولى والتانية، الأولى اللي كان معظمها برامج ثقافية محلية وترفيهية محلية، والتانية هي اللي كانت شباكنا على العالمية. اتقدم في التلفزيون برامج كتيرة جدا كانت جزء أساسي في تكوين الشخصية وخصوصا الشخصية المصرية. نادي السينما، لما بيتقال اسم نادي السينما اللي بيعدي من قدامه صوت أبوه ولا جده، واللي بيشوف صورة أمه ولا سته، واللي بيشم ريحة حيطان بيتهم القديم وبيبانه وشبابيكه وقعدتهم، وده لأن نادي السينما بالذات ليه معانا إحنا كجيل الثمانينات والتسعينات حكايات وذكريات. أول ما حد فينا بيسمع اسم نادي السينما فينا اللي بيفتكر التلفزيون القديم الأبيض والأسود أبو أكرا وإريال الألمونيوم فوق السطح ده، واللي بيفتكر التلفزيون الكبير بتاعهم الملون أبو زراير أبو 7-8 قنوات وإريال قريونس، ويا سلام لو في حمامة وقفت فوق السطح ولا حاجة، واللي بيفتكر ملامح الدكتورة درية شرف الدين، واللي هيفتكر اسم معد البرنامج ربنا يرحمه ويسامحه اللي كان دايما بيغطي مهرجان كان السينمائي الأستاذ يوسف شريف رزق الله، اللي ودانه بتروح مع موسيقى التتر وبيفتكرها موسيقى أستروناين لمون بيردز. ولا عمرنا هننسى اول مره اتفرجنا على النضال والفيلم الحربي التاريخي بريف هارت او القلب الشجاع. هيفتكر اول مره اتفرج على فيلم الرعب والاكشن والادرينالين وقتها وصل للماكسيمم ليفل لما كان بيتفرج على الوحش او الفك المفترس. بالمناسبة موسيقى الفك المفترس كمان استخدمت في برنامج عالم البحار اللي كان بيقدمه الدكتور راحل حامد جوهر ربنا يرحمه ويسامحه. ومش هننسى كلنا في التسعينات توم كروز محبوب ومعشوق الجماهير النسوية طبعا. في 1974 بدأت فكرة برنامج نادي السينما على ايد رئيس قطاع التلفزيون وقتها الأستاذة همة مصطفى ربنا يرحمها، اللي قامت بدورها الجميلة الرقيقة صاحبة السعادة الأستاذة إسعاد يونس، لها مننا كل التحية. الأستاذة همة اتكلمت المعد اللي هيكتب البرنامج. انا بحكي لحضراتكم ليه القصة دي عشان تعرفوا برامج زمان دي كان بيتعب عليها ازاي والمجهود اللي كان بيبذل عليها
عشان تطلع لنا بالشكل ده. استاذة همة اتكلمت معد البرنامج. مين معد البرنامج؟ كان الناقد السينمائي العظيم صاحب الحضور القوي، ربنا يرحمه ويسامحه، توفى ورحل عن عالمنا في 2019، الاستاذ يوسف شريف رزق الله. فتم الاتفاق على ان الاستاذ يوسف شريف رزق الله هو اللي هيكون معد البرنامج وهو اللي هيكتب السكريبت بتاعه. بمناسبه يوسف شريف رزق الله ربنا يرحمه ويسامحه، سنه 1980 ومع انفصال القناه الاولى عن القناه الثانيه، رئيسه القناه الثانيه وقتها مدام شيرويت شفعي طلبت منه انه يكتب برنامج بنفس فكره نادي السينما ولكن بدون ضيوف. فكتب لنا ايه بقى؟ اوسكار. نرجع لنادي السينما تاني. اختيرت المذيعة وقتها الرقيقة الدكتورة دورية شرف الدين اللي كانت بتشتغل في إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة في قطاع الأخبار وقتها، وتم الاتفاق على إنها هي اللي هتقدم البرنامج. وكمان المخرج بتاع البرنامج الأستاذ الكبير اللي راحل عن عالمنا في 2018 كمان ربنا يرحمه وسامحه، الأستاذ محمد إناوي. وتم الإعداد للبرنامج مبدئيا وبدأ فريق العمل يبدأ رحلة الكفاح الطويلة عشان البرنامج. تعالوا أقول لكم بقى فكرة برنامج نادي السينما دي جت منين. كان في برنامج بيعرض على التلفزيون الفرنسي اسمه ملفات الشاشة، أو الجماعة بتوع الفرنسية بتوع المرة اللي فاتت، انتوا لسه على جنب ولا جيتوا كده؟ خليكوا على جنب برضو عشان شكلي هعوق في الفرنسية. لو دوسي دو لاغران هو اسمه كده، ملفات الشاشة، لو دوسي دو لاغران. ده كان البرنامج اللي برنامج نادي السينما استمد فكرته منه، كان بيعرض على شاشة التلفزيون الفرنسي. فكان فريق إعداد برنامج نادي السينما بيعمل إيه؟ بيشوفوا خطة طرح الأفلام اللي هتعرض في السينمات واللي حصل على جوائز عالمية زي الأوسكار وغيرها، ويتواصلوا مع شركات التوزيع بتاع الأفلام دي عشان يشتروا حق عرض الأفلام دي على شاشة التلفزيون المصري وحق مدة استغلاله، وبعدها يشوفوا قصة الفيلم وبناء على قصة الفيلم يجيبوا الضيف. يعني لو الفيلم بيتكلم عن مرض من الأمراض النفسية مثلا يجيبوا طبيب نفسي، لو بيتكلم عن مرض عضوي يجيبوا طبيب بشري، لو بيتكلم عن رواية يجيبوا أديب، لو بيتكلم عن حاجة سينمائية يجيبوا مخرج، وهكذا. الضيف بيجي حسب قصة أو حسب سيناريو الفيلم. يحضر الضيف لقاعة عرض البرنامج في القناة وقتها ويعرض عليه الفيلم أول مرة، ويبدأ يدون ويكتب ملاحظاته ويحلل الفيلم من وجهة نظر التخصصية. ويوم تسجيل أو تصوير الحلقة بتاع البرنامج تستضيفه الدكتورة دورية شرف الدين تاني، يقعد معاها يسجل معاها الحلقة وتبدأ تسأله على الفيلم ويجاوب بناء على رؤيته للفيلم قبل كده وبناء على تحليله للفيلم. وبالمجهود الخرافي ده كله والتعاون وروح الفريق ده كله قدر برنامج زي نادي السينما يعيش معانا، خلي بالكم الرقم، 34 سنة. برنامج بيعرض على شاشات التلفزيون لمدة 34 سنة، 1500 فيلم متواصل بلا انقطاع. انتوا متخيلين؟ ده مرباش جيل ولا اتنين، ده ربا تلات اجيال. انا هسيبكم دلوقتي تستمتعوا بجزء حصري من برنامج نادي السينما عشان نرجع ورا كده 20-25 سنة. وبمناسبة الطفلة اللي في اخر تتر برنامج نادي السينما اللي لابسة فستان ابيض دي كل الناس بتسأل عليها والسوشيال ميديا كلها مقلوبة عليها، هقول لكم الطفلة دي تبقى مين بعد ما ترجعوا من مشاهدة الحلقة بالكامل. استمتعوا وارجعوا لي. سادتي وسادتي مساء الخير، واهلا بكم مع فيلم جديد من افلام برنامج نادي السينما.
النهارده والاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا فيلمين اعتقد انه من اكمل الافلام اللي صنعت في تاريخ السينما بالنسبه للاطفال ومن اكثرها شهره. النهارده هنبتدي بفيلم بعنوان هايدي، اسم البنت الصغيره عندها 8 سنوات في فيلم الليله. الاسبوع الجاي ان شاء الله في فيلم اخر بيعتبر تكمله لهذا الفيلم، هو هايدي اند بيتر. هايدي وبيتر هو صديقها ايضا في الفيلم اللي بيعيش معاها في نفس الجبال السويسريه ذات المناظر الخلابه. قصه هايدي هي من اشهر ايضا قصص الاطفال في العالم. هذه القصه كانت أساس لحوالي 4 أفلام. الفيلم الأولاني كان سنة 1937 وقامت ببطولته في هذه الفترة الممثلة التي كانت صغيرة شيرلي تامبل، قامت بدور هايدي في فيلم أمريكي وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه عاد بهذا الفيلم إلى بدايات القرن 19. بعده بعدد من السنوات جاء فيلم الليلة سنة 1952، وكان الفيلم الثاني عن نفس القصة للكاتبة جوانا سبايري، وكان هذا الفيلم أيضا من الأفلام الجميلة جدا لأنه كان إنتاج سويسري وصور في نفس المناظر الطبيعية ولم يستخدم أبدا أي مناظر مضافة بشكل صناعي، وأيضا لم يستخدم أي صوت خارجي لم يأخذ من البيئة السويسرية بالفعل. فجاء هذا الفيلم من أجمل الأفلام عن هايدي. الفيلم الثالث هو الفيلم اللي هنقدمه الأسبوع القادم، وهو إنتاج سنة 1955 وبعنوان هايدي أند بيتر. أما الفيلم الرابع فكان سنة 1965 وكان إنتاجه سويسري نمساوي مشترك وأيضا عن نفس القصة، يعني قصة واحدة تم نقلها إلى السينما 4 مرات. قطعا هناك شيء ما في هذه القصة يؤهلها لأن تكون أساس لأربع أفلام سينمائية. أعتقد أنه السؤال الأول لضيف حلقة اليوم، وضيفنا اليوم هو باحث شاب، هو دكتور طارق الحصري، إعلامي أيضا، هو زميل لنا في القناة الخامسة، و له يعني عدد من الإسهامات في عالم الطفولة. وأولا مرحب بوجودك. وأنا مرحب بحضرتك وسعيد جدا أني موجود معك. شكرا جزيلا. أولا أنت حصل على الدكتوراه في موضوع أدب الأطفال ومسرح الطفل بشكل خاص، ولك كتاب جيد ومعروف ومترجم عن إيه؟ كتاب كيف نحكي حكايات لأطفالنا. وهذا الكتاب صدر في أمريكا سنة 1910 لسارة كومبريون، وبعدين تم نقله للغة الفرنسية سنة 1911، فأنا ترجمته عن اللغة الفرنسية. أيوة. طبعا الكتاب من الكتب الجميلة جدا، احنا هنشوف دلوقتي الغلاف ومجهود الحقيقة جميل منك انك عن الفرنسية بتترجم هذا الكتاب، واسمه كمان كيف نحكي حكايات لأطفالنا. وانا تخيلت انه هايدي هي من اشهر الحكايات في العالم. اكيد. ليه؟ في الحقيقة يعني هايدي قصة من القصص الجميلة اللي بتحتوي على كتير من العناصر الجاذبة للأطفال، ويمكن هي قصة ممكن تعيش لأوقات كثيرة جدا، وده طبعا نابع من القيم اللي موجودة في هذه القصة. طبعا بنشوف في القصة دي مجموعة من الأطفال، ويمكن أبرز شيء هو البطلة هايدي. طبعا يمكن هي أعتقد أن عندها حوالي 8 سنوات، فطبعا هذا السن جاذب جدا لكثير من الأطفال اللي بيشوفوا هذه الطفلة. جاذب في الرؤية، في الرؤية يحب يشوفها. بالتأكيد يحب يشوف الأطفال الموجودين على الشاشة، ويحاول أنه يتمثل هذه الشخصيات ويعيش كمان كل الحالات المختلفة اللي ممكن تعيشها البطلة. برضو في مجموعة من الحيوانات اللي موجودة في هذا الفيلم، زي مثلا بنشوف الماعز الموجودين في الجبل، بنشوف الثيران، بنشوف حاجات كتيرة جدا، يمكن الطيور برضو، لأن طبعا كل هذه الأشياء
موجودة في بيئة الطفل. والطفل دائما يمكن كل ما هو كان صغير مرتبط كثيرا بالحيوانات، علشان كده دي بتعتبر من الأشياء الجاذبة بالنسبة للأطفال. طبعا برضو داخل هذا الفيلم يمكن بنشوف كمان الأغنية، وموظفة توظيف جميل جدا داخل هذا الفيلم. طبعا غير العناصر الأخرى الطبيعية الموجودة في فيلم الليلة والقصة، إلى جانب كمان ما نقدرش ننسى القيم الكثيرة والعديدة اللي موجودة داخل الفيلم، واللي بيحاول إنه يؤكدها لدى الأطفال، قيم الشجاعة، قيم الإيثار وحب الآخر والتعامل معاه. يعني بنشوف حاجات كتيرة جدا بتجعل من هذه القصة قصة تعيش طول الزمن وطول الوقت، وبدليل إنها أنتجت في السينما 4 مرات. أكيد طبعا، يعني زي ما حضرتك قلتي إن هي أنتجت سنة 1937 وبعد كده سنة 52 وبعدين 65 بالظبط. فطبعا كل مرة بيقدم فيها أو بتقدم فيها هذه القصة، بالتأكيد كل مخرج يتناولها من وجهة نظر مختلفة، وبيحاول أن يضفي أشياء على هذه القصة علشان يقدر طبعا أنه يشد بيها جمهور الأطفال. دكتور طارق، احنا بنتكلم على فن الحكي او يعني ازاي نحكي للاطفال قصه. السينما لما جاءت اخذت هذه القصه منها مثلا قصه هايدي المعروفه ونقلتها الى الشاشه، وهي تولت انها تقدم للطفل عالم الخيال الذي كان يمكن ان يتخيله وهو يقرا او يقرا له الكتاب. فهل السينما يعني بتدعم فن القصص للأطفال، أم أنها بتحرمهم من الخيال الخاص لهم عندما يقرؤون أو تحكى لهم حكاية؟ والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو طبعا فن الحكي كفن هو فن قائم بذاته، ولكن طبعا احنا بنعتبر ان كل انواع الحكايات اللي بتقدم من خلال المسرح او من خلال السينما او حتى من خلال التلفزيون، كل دي عبارة عن حكي. احنا بنحكي حكايات، ولكن طبعا كل وسيلة من الوسائل لها طرقها الخاصة في تقديم وتقنياتها طبعا في تقديم الحكاية. طبعا زي ما احنا بنشوف في السينما ومن خلال هذا الفيلم، ممكن حتى برضو احنا بنتابع الفيلم الاولاني هنشوف جزء جميل جدا، وهو الجدة في لما بتنتقل هايدي لفرانكفورت وبتعيش مع كلارا، فطبعا هي ما بتحبش القراية، وكمان صديقها بيتر ما بيحبش القراية، فهي طبعا علشان يرجعوها انها تحب القراية وتبدأ تتعلم القراءة، فالجدة بتلجأ لفن الحكي. طبعا طريقة من الطرق ان هي فتحت الكتاب وحاولت انها تدلها فكرة عن ان قد ايه القراية الكتاب ده يكون مفيد بس. يكون مفيد، فبدأت تحكي لها حكاية من داخل الكتاب. وبعد ما حكت لها الحكاية، طبعا نشوف ان هايدي قعدت تفكر في الموضوع ده، ومن هنا انطلقت على طول انها لتعلم القراءة. يعني هي لما هذه الجدة بدأت تحكي لهايدي شيء ما، فهي تخيلت ان الكتاب قطعا بيحوي اشياء جميله بالتأكيد، فبدات تتعلم القراءه. وحضرتك كمان واحنا بنتابع الفيلم هنلاقي جزء مهم جدا، ان هايدي حتى لما بتيجي ترجع تاني لبيئتها الاساسيه او الاصليه للجبل، بتصر انها تاخد كتاب الجده معاها، هذه الحكايات الجميله اللي بدات تتعرف عليها واللي بدات تقراها عشان تدفع بيتر صديقها الى تعلم القراءه. ده طبعا اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الفيلم. مخرج فيلم الليلة مخرج إيطالي، يعني القصة بتدور في سويسرا بشكل خاص، لكن مخرج الليلة هو المخرج لويجي كومنشيني، وهو مخرج من الجيل الأول جدا في عالم السينما، مواليد سنة 1916، وتوفي على فكرة هذه السنة فقط عن 91 سنة. هذا المخرج هو كان في الأصل يعني يعمل في مجال المعمار، ثم توجه إلى النقد السينمائي وأصبح ناقد سينمائي في بداية أيضا السينما، ومن النقد السينمائي إلى الإخراج أيضا وكتابة السيناريو. له عدد من الأفلام الجيدة والمعروفة، يمكن أشهرها فيلم لابوام، في عنده أيضا فيلم ميري كريسمس، في خبز ونبيذ، ويعني أشياء كثيرة جدا، وهو ساهم بشكل خاص في تكوين السينماتيك الإيطالي في فترة من الفترات، وكان عضو لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا الدولي أيضا في
إحدى دوراته في بداية الثمانينات. هذا المخرج له اهتمام خاص بعالم الأطفال، هينعكس النهاردة على ما سنشاهده في فيلم هايدي، واللي بتقوم بدور البطولة في فيلم ليلى ممثلة صغيرة عندها 10 سنوات، لأنها مولودة سنة 1942، هي إليزابيث سيدموند، ولها عدد من الأفلام بدأتها بسنة 52، ثم عقبتها مرة أخرى سنة 55 بفيلم بيتر وهايدي، وبينهم كان في فيلم آخر، ويشاركها البطولة أيضا في فيلم الليلة بطل صغير آخر هو بيتر، وبيستمر معنا أيضا في الفيلم القادم، وله عدد يعني محدود جدا من الأفلام كممثل طفل. الحقيقة الفيلم النهاردة من الأفلام الجميلة، رغم أنه الحقيقة أنا بقول رغم، لكن كتير من الجمهور بيحب الأفلام الأبيض والأسود، وأعتقد أنه حتى أطفالنا النهاردة لما يشاهدوا هذا الفيلم هيفتكروا الأفلام المصري اللي بنشوفها الأبيض وأسود، وبتمثل لنا قيمة وجمال خاص. هنقدم فيلم بسيط جدا لكن بيقدم قصة جميلة، ونواصل اللقاء معكم ومع ضيف حلقة اليوم دكتور طارق الحصري في الفيلم القادم إن شاء الله، لأنه تكملة لفيلم الليلة وهو بعنوان بيتر أند هايدي. نشوف الفيلم مع بعض وأرجو أن يعجبكم. زي ما شفنا واستمتعنا بالجزء والحلقة كاملة من برنامج نادي السينما مع الدكتورة دورية شرف الدين وضيفها، بمناسبة الفيديو اللي عرضته لحضراتكم دلوقتي، ده فيديو جديد بعد ما برنامج نادي السينما توقف تصويره على القناة الأولى وراح قناة الحياة تقريبا 2004، وتاني رجع القناة الأولى وبعدين وقف تماما على 2006 أعتقد. حتى لو جديد، أصلا أجواء بالبرنامج كلها كفيلة أن هي تاخد 25-30 سنة ورا.